وأطلقنا نداء لجمع الأدوية والتجهيزات الطبية والجراحية الضرورية، كما قمنا كذلك بفتح لائحة للكوادر الطبية الراغبين في التطوع للذهاب إلى غزة الأبية. والحمد لله يعني سجلنا الآن أكثر من 80 متطوع من مختلف التخصصات الطبية والجراحية الذين يرغبون في الذهاب إلى غزة. كما راسلنا كل المعنيين من وزارة الصحة المغربية واتحاد أطباء العرب واتحاد الصيادلة العرب واتحاد أطباء الأسنان العرب، قصد يعني أن تنظيم أمور مشتركة، خاصة إقامة مستشفى ميداني بالقطاع ووقف التطبيع الصحي ومقاطعة كل الأدوية والمختبرات الصهيونية. كما قمنا كذلك بإطلاق نداء للتكفل بالطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون بالجامعات المغربية. لكن رغم هذه الأنشطة التي تقوم بها التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين، نشعر بالخجل الشديد، نشعر بالعجز أمام الجرائم الصهيونية البشعة المقترفة الآن في حق أهلنا في غزة.